سطرت مملكة البحرين قصة نجاح متميزة شهدها العالم أجمع خلال استضافتها لأعمال الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، لكونه أكبر تجمع عالمي لرؤساء وممثلي البرلمانات والاتحادات البرلمانية من مختلف دول العالم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى. أهلا بك أستاذة دلال في نشرة الثالثة، وبداية تحدثينا عن مشاهداتك لاحتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الدولي المهم طيلة أيام انعقاد أعمال الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا يمكن القول إلا أن مملكة البحرين فعلا استطاعت وباقتدار نيل ثقة الاتحاد البرلماني الدولي لعقد أعمال فيها، ولبت في ذات الوقت أكثر من تطلعات الاتحاد لأي دولة مستضيفة، والحمد لله نجحت البحرين في ذلك. ويضاف هذا الإنجازات على المستوى التعاون مع الهيئات الدولية وتعزيز أواصر الدبلوماسية البرلمانية. ونجد كذلك من خلال التتبع للأخبار والتصريحات أن الاتحاد البرلماني الدولي عبر عن تقديره للقاء جلالة الملك المعظم وبحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمضمون الكلمة السامية التي وجهها جلالته للحضور، وعبرت عن مساندة جلالة الملك لمهام والمواضيع المطروحة المتبناة من الاتحاد، وتم تبني ذلك في إعلان المنامة. ومن أبرز صراحة الشواهد لأهمية الانعقاد في البحرين هو تواجد البرلمانيين الفعلي على أراضي المملكة ورؤيتهم لواقع الحال ونمط الحياة في البلد، وزيارتهم لمختلف مؤسسات الدولة المعنية، واطلاعهم على مستوى الحقوق والحريات والتنمية في الدولة. وأكثر ما صرح في ذلك طبعا رئيس الاتحاد الدولي وأيضا الوفود المشاركة، سواء كانت عبر تضمينها بكلماتهم الرئيسية أو مداخلاتهم بمستوى الاستقبال والتنظيم وتهيئة الأوضاع. نعم أستاذة دلال، يعني طبعا نبارك لك الفوز المستحق بعضوية لجنة احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني، حدثينا عن ما يمثله لك هذا الفوز. طبعا بلا شك ان نعتبره كبرلمانيين بحرينيين انجاز ومسؤوليه وطنيه، ويحملني في ذات الوقت مسؤوليه الاجتهاد ان شاء الله والانجاز في المشاركه باعمال اللجنه حسب اختصاصها ومهامها، خاصه ان هي معنيه في القانون الدولي، وان شاء الله اظهر بلدي في مستوى يليق فيها، وان شاء الله يعني نحقق الافضل في مشاركتنا ومساهمتنا في هذا الجانب. وفعلا أنا أشكر جدا معالي السيد علي بن صالح الصالح وكذلك معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم على دعمهم ومساندتهم في حصولي على عضوية اللجنة. إن شاء الله نسأل دوم أن بأعمالنا كبرلمانيين نحقق الرفعة لاسم مملكة البحرين عاليا. نعم سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.